بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الهيستوري تيكنج في الاطفال. بدايه اول حاجه هنتكلم عليها هي البيرسونال هيستوري. واول نقطه في البيرسونال هيستوري طبعا يهمنا هو اسم الطفل. انت في البدايه بتدخل على الام تبتدي تعرفها بنفسك، تقول لها انا الدكتور احمد جاي النهارده عشان اكشف على الطفل. الحاجه الثانيه تبتدي تسال على اسم الطفل عشان حتى توجد فاميليار، مش كل شويه هتقول الام اصل الولد كذا اصل البنت كذا. لا، يفضل ان انت بعد كده لما تيجي تتكلم تقول طب احمد كان عنده، طب سارة مثلا كان ايه تعالها، طيب وهكذا. الفكره ان انت في بدايه البيرسونال هيستوري انت لازم بقدر المستطاع تبقى مبتسم وتتكلم بمنتهى اللباقه على قد ما تقدر، بحيث ان انت تجين الكونفدنس بتاع المذر. انت خلاص عرفت اسم الطفل، هتبتدي بعد كده تعرف سنه، اسالها هو الطفل سنه قد ايه. هيهمنا الكلام ده كتير لان في بعض الديزيزز بتكون كومن في الانفنت حتى سنتين، اذرز تبقى مور كومن في الشيلدرن وفي غيرهم في الادوليسنس. بعد كده بتبقى انت عايز تعرف اذا كان الطفل ده منين بالظبط، لان في بعض الحاجات بتبقى كومن ان رورال ارياز وفي حاجات ان اربن ارياز وهكذا. طيب هيهمنا السكس في حاجه، طبعا انت هتعرف اذا كان ولد ولا بنت، حتى وانت بتصيغ الكلام من احنا هنقول ده ميل بيشنت نيم كذا. ميل او فيميل تفرق معانا، ان في بعض الديزيزز زي ار مور كومن ان فيميلز، وليكن مثلا في الادوليسنس الاوتو اميون ديزيزز، اذر ديزيزز كتير ار مور كومن ان ميلز، وليكن الجي 6 بي دي ديفيشنسي، الهيموفيليا وهكذا. نعرف بعد كده الكومبلين. الكومبلين دايما او الشكوى بتاعت الام، دي تاني نقطه يهمنا وانت بتسال المذر، ان انت بتسالها مع كل حاجه هي بتعاني منها، او لو كانت طفل كتير شويه وتقدر تساله هتساله هو بيشتكي من حاجه معينه ولا لا. في الجزئيه دي انت يهمك انك ما تسالش اسئله موجهه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول له طب هو كان عنده اسهال، طب هو كان عنده تربيه. لا، انت هتبتدي تسالها تقول لها ايه اللي تعب الطفل؟ وتقول لها طب وايه كمان؟ وايه كمان؟ طب قالت حاجات كتير، تبتدي تاخد اثنين او ثلاثه او حتى اربعه سيمتوماتولوجي من اللي المذر قالته، وتبدا تقولهم كرونولوجيكال او على حسب اهميتهم بالنسبه للام. يعني هو ما قالت الطفل مثلا عنده فوميتنج او عنده دايريا، هي قالتها رقم واحد، خلاص دي اكتر حاجه هي بتشتكي منها، الفوميت رقم واحد. ثم بعد كده هتبتدي طب وايه كمان؟ تقول لك اه ده وسخن كمان، طب ولا ده مناخيره رشحت، لا ده جاله اسهال. تبتدي تسمع كل الشكوى بتاعت الام، وبعدين تبتدي انت ترتبهم حسب ما هي قالتهم او ترتبهم كرونولوجيكال من امتى كذا كذا كذا. ده بالنسبه للكومبلين. ومش هينفع مثلا واحنا بناخد الكومبلين ان احنا ناخد ميديكال، نقول ميديكال ترمينولوجي. يعني مثلا مش هينفع نقول ايديما لورمنت، الافضل ان احنا نقول سويلنج كوكوس ليكس مثلا. مش هينفع نقول بيربرا ايكيموزس، هنبتدي نقول ريد سبوتس او بلوش ديسكالريشن اوف ذا سكين. مش هينفع نقول هيماتوريا، هنقول في دارك كلر يورين او ريد يورين وهكذا. ده بالنسبه للكومبلين. قسمناهم، خدنا اثنين ثلاثه، قسمناهم كرونولوجيكال، ما خدناش ميديكال ترمينولوجي، ما وجهناش، ما عملناش ليدنج كويستشنز. دول اهم اربع نقط يتعلقوا بالكومبلين. بعد كده بتبتدي في اهم جزء ويمكن اصعب جزء واكثر جزء احنا كدكاتره بيهمنا فيه الطالب اللي يبتدي يهتم بيه، وهي البريزنت هيستوري. البريزنت هيستوري بيبتدي تبان فيه مهارات الدكتور، لان هو مفترض في خلال البريزنت هيستوري بيهتم فيه باربع حاجات اساسيه. اولا انه هيبتدي لو هو عنده ديزيز معين خلاص موركم، هتبتدي تسال على ايه هي كلينيكال برزنتيشنز او بيكتشرز بتاعت الديزيز ده. طيب هل ظهرت الكومبليكيشنز ولا ما ظهرتش؟ طب ايه الايتيولوجي اصلا بتاع الديزيز والبريسيدنج مانيفستيشنز؟ وفي النهايه في ديفرنشال دايجنوزز للديزيز ده. يعني ايه؟ احنا عندنا طريقتين كبار لاخذ البريزنت هيستوري. الطريقه التقليديه وهي ان انا ابتدي اخد كورس ديوريشن، وده المتبع في كل مكان، ان انا لو عندي سيمتوم المذر قالته وليكن فوميتنج وليكن دايريا وليكن فيفر او اي حاجه، هتبتدي تقول للام الحاجه دي ظهرت من امتى؟ وده هيقول لك مثلا الحاجه دي اذا كانت ظهرت اكيوت ولا جراديوال اونست، هي مش فاكره بالظبط تبقى انسيدوس اونست، فاكيوت ده ممكن يكون في خلال يعني ايام، يعني اسبوع اسبوعين، لكن حاجه اسمها جراديوال اونست يعني بقالنا او حاجه من زمان ممكن تكون اسابيع او شهور، او انسيدوس هي مش فاكره بالظبط ايه اللي حصل، يبقى ده الاونست. بعد كده بنبتدي نشوف الكورس. الكورس هو ممكن يكون بروجريسيف، انا عندي البطن بتكبر ولا زالت بتكبر لحد النهارده، او ريجريسيف كورس. ريجريسيف يعني انا كان عندي الطفل كان عنده شويه بيربر موجوده في
في الاسكيب، وبدات تقل تدريجيا زي حالات الاي تي بي. وفي ستيشنري، يعني ايه ستيشنري؟ يعني هو خلاص الطفل النهارده يعني جاله يعني مهجان، والمهجان ثابت عنده ما بيتغيرش، هو يزيق والتزييقه ثابته ما بتتغيرش، لا بتقل ولا بتزيد، يبقى دي اسمها ستيشنري كورس. يبقى انا بقول في عندي بروجريسيف ريجريسيف وستيشنري كورس. وديوريشن، يعني الديزيز ده بادئ من امتى؟ يبقى الكونديشن ستارتد مثلا 2 ويكس اجو باي اكيد اونست اوف كاف ويز بروجريسيف نيتشر، يعني دول الثلاث حاجات اللي بيتقالوا في الاول. ثم بعد كده تبتدي تاخد السيمتوم اللي المذر قالت وتبتدي تعمل لها اناليسيس. يعني مثلا لو انا ساي عندي فيفر، الطفل سخن، طيب هو سخن امتى؟ بقى له اسبوع. طيب السخونيه دي بتيجي mainly in the morning ولا at night؟ طيب السخونيه دي بتخف مع الكولد فومنتيشن ولا لا؟ طيب السخونيه دي بتوصل لبيس مارك، يعني بيخف ساعات، يعني بيبقى طبيعي تماما ولا على طول السخونيه دي عاليه؟ طب لو بيقعد ساعات سليم، طب بيقعد سليم كده يوم اثنين، ولا هو بيقعد سليم ساعه ساعتين ولا دقائق وترجع تعلى مره ثانيه، ولا هي كل اليوم سليم وهو في جزء معين في اليوم بتعلى فجاه؟ ده اسمه اناليسيس اوف ذا كومبلين. ابدومينال مثلا، لو انا عندي ابدومينال انلارجمنت عايز اعمل اناليسيس للابدومينال انلارجمنت، اسال الام اقول لها يا ماما طيب بطنه كبرت، طب انت حاسه ان بطنه كبرت ده في انهي جزء في بطنه؟ هل ده على اليمين؟ على الشمال؟ طيب من تحت اكتر؟ في النص اكتر؟ وهكذا. يعني ده اسمه اناليسيس اوف ذا كومبلين الابدومينال انلارجمنت. ممكن اسال غير كده، افرض السيمتومز اللي طلعت عندك دي هي سيمتومز في الجي اي سيستم، فوميتنج ودايريا، هبتدي بعد كده اسال على بقيه السيمتومز للسيم سيستم افكتد. يعني لو انت المين ديزيز بتاعك او المين سيمتوماتولوجي ماشيه شيست كاف مثلا وهو بيزيق، يبقى ابتدي اسال على بقيه حاجات التشيست اكزامينيشن او التشيست سيمتومز. يعني ممكن اسال طب الطفل ده بيزرع، طب الطفل ده مش عارف ياخد نفسه، اسال على كل الباقي. بعد ما خلصت السيمتومز بتاع السيم سيستم ابتدي ادخل على السيمتومز اوف the other systems. طبعا عندي كام سيستم ممكن اسال عليه عندنا في الاطفال؟ احنا عندنا اول سيستم لما بدانا من فوق لتحت كده بنقول نيورولوجيكال. ازاي تسال مثلا الام على النيورولوجيكال سيمتومز؟ هتقول لها هل الطفل ده حصل له اي تشنجات او حركات لا اراديه غريبه او بيحصل له اغماءات؟ دي كلها حاجات ممكن تسالها في نيورولوجيكال. طبعا في حاجات اكتر ممكن تسال على السلوك البيهيفير وغيره. بعد النيورولوجيكال هتبتدي تسال ممكن على التشيست مانيفستيشن. في الجست يهمنا اذا كان الطفل ده هل بيكح؟ طب الكحه دي فيها اكسبكتوريشن، يعني هل في بلغم؟ هل في تزييق في الصدر؟ هل ينهك؟ هل هو بيرضع في مشاكل بالذات لو بيبيهات اقل من سنتين ولسه بيرضعوا؟ هل هم بيرضعوا بينهكوا او كده؟ طب هل في زرعان ساعات بيحصل في اللسان؟ هل في صوت غريب هي سامعاه على الطفل وهو بياخد نفسه؟ دي كلها تعتبر شيست سيمتومز. الكارديك مانيفستيشنز هيهمنا طبعا اذا كان الطفل ده برضه زي التشيست اذا كان بيزرق ولا لا، هل بيحصل له اغماءات فينتنج احيانا، هل الطفل ده بينهك وهو بيعمل مجهود؟ لو بيبي صغير لسه مثلا في اول سنتين ممكن نسال الام اذا كان الطفل ده بيواجه صعوبه اثناء الرضاعه، هل بينهك؟ هل بيعرق وهو بيرضع؟ هل بيقطع في الرضاعه مش عوايده يعني ما عادش بيرضع المده الكافيه؟ دي كلها حاجات تتعلق بالكارديك مانيفستيشنز. لو نزلنا بعد كده على الابدومينال هنبدا نسال على زي ما اتفقنا فوميتنج، على الدايريا، ابدومينال بين، ابدومينال لارج، بطن بتوجع، بطن كبرت، في اسهال، في قيء، هل في صفرة، في جوندس، دي من الجي اي مانيفستيشن والليفر مانيفستيشن. طيب الطفل ده بيرجع، هل في مثلا هيماتينسيس؟ طب في مشكله في الاسطول زي ميلينا، هل الحمام الاسطول حصل فيه بقى لونه اسود بلاك وكده؟ تمام، دي كلها حاجات بتسالها كجي اي تي مانيفستيشن. يهمنا كمان الجينيتو يورينري سيستم، فنبتدي نسال في الجينيتو يورينري سيستم على يورينري مانيفستيشن، زي مثلا الطفل هل عينيه ورمت؟ هل كفوف رجليه ورمت؟ هل بطنه كبرت عشان الاسايتس؟ طيب هل حمام اليورين حصل فيه اي مشكله؟ يعني مثلا كميته قلت، لونه اتغير، حتى الاودر بتاعته اتغيرت. طب في ابدومينال بين في الجناب في اللوين؟ هل في ابدومينال بين في السوبر بيوبيك ريجن يعني من تحت؟ وهكذا. ابدا اسال كمان على manifestations of hypertension، ان احنا عندنا الاي جي ان مهم، يعني مثلا بيصدع لو طفل كبير شويه، هل بيرجع من غير نوزي، هل مثلا الطفل ممكن يكون عنده تنتس وش فوداني استاكسس، دي كلها manifestations ساعات بتحصل من الهايبر تنشن نفسه.
هنسأل كمان على بعض السيمتوماتولوجي الموجودة اللي تخص الهيماتولوجيكال سيستم، زي هل الطفل ده في شحوب بالر، هل الطفل ده بيظهر له بقع حمراء. وهنا في البريزنت هيستوري اقدر اقولها، استخدم ميديكال ترمينولوجي، يعني اقول اكتبها كده واقول ان في بيربر، طب في بقعه زرقاء اللي هي الايكينوزس، طب في سويلينجز كلاكيات كده بتظهر في رقبته تحت باطه في الانجواينر ريجن، وبنقول لو هي مش موجوده بنقول نو، يعني هيستوري اوف بودي سويلينجز ان ذا اناتوميكال سايتس اوف لينف نودز، يعني زي النيك او الاكزيلا او الانجواينر ريجن وهكذا. يهمني كمان اسال على ماسكولو سكليتال سيستم، اذا كان الطفل ده بيعاني من الام في الركب في المفاصل بصفه عامه، طيب هل بيعاني من تورم في المفاصل، مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي، دي كلها حاجات في الماسكولو سكليتال، الام في العضلات، الام في العظام، دي كلها حاجات تتعلق لو الطفل يقدر يقول ده كماسكولو سكليتال سيستم. يبقى انا خدت السيستمز لو نكررهم تاني، نيورولوجيكال، شيست، كارديو، ابدومينال، جينيتيورينال، هيماتولوجيكال، الماسكولوسكليتال. دي الطريقه التقليديه. وزي ما قلنا لما نيجي نراجعهم كده كبريزنت هيستوري هنلاقي اونست كورس ديوريشن السيمتوم للمذر قالتها، بعدين اناليسيس للسيمتومز، بعد كده اسال على السيمتومز اوف سيم سيستم، بعد كده اسال على السيمتومز اوف اذر سيستمز. تمام كده؟ بعد كده لو في اي ثيرابيوتيك هيستوري او انفستيجيشنز اتعملت، ممكن اقول ان الطفل ده عمل ايكو واتقال له ان عنده مثلا مشكله في القلب، خطه في القلب او كده، وارد ان اقول ده في البريزنت هيستوري. بالنسبه بقى للباست هيستوري، الباست هيستوري يمكن ده جزء، وقبل انا اسف لما ادخل في الباست هيستوري في نقطه عايز اقولها في البريزنت هيستوري مره ثانيه. بنقول ان في البريزنت هيستوري اللي فاتت دي اسمها الطريقه التقليديه. تمام؟ لاي سنه انت مش عارف الديزيز ده، ولكن افرض انا دخلت على طفل وهو مامته قالت ان عنده ريديورين، وانا اعرف ان عندي اشهر سبب في الاطفال لريديورين هو الاكيد بلوماري ريفلكس. طيب ممكن اخد الهيستوري بانهي طريقه؟ ممكن خلاص هي المذر قالت ريديورين، ابتدي اسال على الاذر سيمبتومز بتاعت البلوماري ريفلكس. يعني مثلا هو عنده ريديورين، طيب مسأل كمان وانا لسه اسال على كميه اليورين، اسال على المانيفستيشنز بتاعت الهايبرتنشن على اعتبار ان انا عارف ان الاي جي ام بيبقى معاه هيماتوري، بيبقى معاه اوليجوري، بيبقى معاه هايبرتنشن، ممكن يبقى معاه ايديما، فاسال على المانيفستيشنز والايديما اللي بتبقى موجوده. تمام؟ عينيه ورمت، رجليه ورمت، بطنه كبرت، حصل له وش في ودان، مناخيره حصل لها نزفت، طيب كميه الميه قلت، كل ده اساله، وجع في جنابه، وجع من تحت، طيب ده السيمبتومز بتاعت بقيه الاي جي ام. طيب ما هو الاي جي ام ده انا عارف انه ممكن يكون ناتج عن upper respiratory tract infection او skin infection، فما اسال اقول طب يا بابا طب الدور ده ما حصلش قبله، يبقى انا كده بسال على ميني، بوجه سيرتي للكوز. يبقى انا سالت على السيمبتومز الكلينيكال بيكتشر، وبعدين سالت على الكوز، فسالت الام وقلت لها طب يا ماما الولد ده ما بي يعني قبل ما يجيله الدور ده ما حصلوش وجع في زوره، ما جالوش اي عدوى موجوده في الجلد. طب انا كده سالت على السيمبتومز الكلينيكال بيكتشر وسالت على الكوز، اسال كمان على الكومبليكيشن. معروف ان الاي جي ان ساعات بيعمل heart failure نتيجه الهايبرتنشن، يعمل انكفالو بس نتيجه الهايبرتنشن، فابتدي اسال على مانيفستيشنز اوف هارت فيل زي ايه مثلا؟ يعني انا ابتدي اسال اذا كان هو بيه شويه عنده بالبيتيشن اللي هو بينهك، مش عارف ياخد نفسه، تمام؟ او على السي ناس مانيفستيشن اللي هي الانكفالو بس، اذا كان الطفل ده لا قدر الله جاله تشنجات او اغماءات او جاله حركات لا اراديه او تمبرري لوس اوف فيجن ساعات بتحصل، تمام؟ طيب اسال عليه كمان، ابتدي اسال على انا كده سالت سيمبتومز كوز وكومبليكيشنز، بسال كمان على الديفرنشال دايجنوز، يعني انا بقول الحاجات اللي ماشيه بوزيتيف مع الاي جي ام او نيجاتيف، وبعدين اقوم سائل الحاجات الثانيه عشان الفي بتاعت الديفرنشال دايجنوز. يعني معروف ان من ضمن اسباب ريديورين او الهيماتوريا الثانيه غير البلومير كي بوست ستريبتوكوكال بلومير نفرايتس اللوبس مثلا، فابتدي اسال الام او الطفل اذا كان بدا يظهر له السرز في الماوس، اكزيما، يعني اي مشاكل في الجلد، تمام؟ بدا الاجزاء اللي في الوجه دي تحمر اللي هي المالر راش، بدا الطفل يحصل له مشاكل في مفاصله، بدا الطفل يجي له زي سايكوزس احيانا كسين اسمها مانيفستيشن، تمام؟ بدا يظهر له بيربرا او ايكيموزس ناتج عن الثرومبوسايتين اللي ممكن تكون موجوده من اللوبس، يعني انا بحاول انفي اللوبس. نفس الكلام برضو بحاول انفي ان ممكن تكون الريديورين دي نتيجه تروما
فابتدي اسال على هل الطفل اتخبط في جنبه او اتخبط في بطنه. اسال كمان على اي بليدنج تندنسي، جهاز الهيماتوريا دي بيكون واحده من البليدنج تندنسي مانيفستيشن. ابتدي اسال على نزيف من اي مكان تاني في الجسم، او ابتدي اسال على ظهر بيربر او ايكيموزس. تمام. وممكن اسال على وجع في جنابه، ممكن يكون دي مجرد ستون. يبقى انا هحط الديفرنشال دايجنوزس ده. يبقى انا الطريقه التقليديه هو ان انا اخد السيمبتوم والاناليسيز بتاعت السيمبتوم وسيمبتومز اوف سيم سيستم سيمبتومز اوف اذر سيستمز. او الطريقه الثانيه ان انا بمسك الديزيز نفسه الموست كومن اللي هو موست بروبابل، وابتدي اقول ايه الكوز بتاعه، اسال على الكوز بتاعه واسال على الاذر سيمبتومز بتاعت الديزيز دوت، واسال على الكومبليكيشنز، وابتدي احط في الهيستوري كمان الديفرنشال دايجنوزس بتاع الديزيز. طيب بالنسبه بقى بعد ما خلصنا البريزنت هيستوري عايزين نتكلم على الباست هيستوري. يمكن الباست هيستوري شويه مميز في الاطفال شويه عن البطن، لان احنا عندنا اجزاء هتهمنا في الاطفال مش موجوده في البطن، زي مثلا الجزئيه اللي بتتعلق بالبيرينيتال هيستوري. الطفل المفروض اعرف اذا كان في مشاكل للام وهي حامل، فبسال على انتي نيتال، وممكن اسال على النيتال هيستوري البيبي هو بيتولد، ممكن اسال على بوست نيتال هيستوري. بيهمني قوي البيرينيتال هيستوري بالذات في الاطفال اللي عندهم مشاكل كونجنيتال، وليكن كونجنيتال هارت مثلا ديزيز، او لطفل عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن او عنده سندروم معين، واخد بالك؟ فبالتالي الطفل اللي بيبقى انا شاكك ان عنده ديزيز في انومالي، شاكك انه عنده حصل الام حاجه وهي حامل، تمام؟ ده بقى طبعا موجود وانت بتذاكر، عارف ان الديزيز ده من الكوزز بتاعته ان الام اتعرضت للتراتوجينيك ايجنت، لان البيبي ده وهو بيتولد عنده نقص في الاكسجين. بيهمني قوي الجزئيه دي في نيورولوجيكال ديزيز زي سيريبرال بولسي مثلا تحديدا اكتر. زي ما بقول لك كده، لو في انومالي في الجسم وليكن حاجه زي كونجنتال هارت ديزيز او سندروم معين. طيب بدايه البيرينيتال هيستوري نبدا بيه بالانتينيتال هيستوري. انتينيتال هيستوري مثلا زي ان المذر وهي حامل اتعرضت لاي انفكشن من السبورش انفكشن، سيفلس وتوكسوبلازما وروبيلا وسيتوميجال فيروس وهربس وهيباتيتس، كل ده تمام؟ ابتدي اسال عليه، اسال عليه ازاي؟ اقول مثلا حضرتك وانت حامله، اسال انت وانت حامله ما حصلكيش اي مشاكل تتعلق، جالك حراره عاليه مثلا، جالك طفح جلدي اللي هو راش، جالك اي التهاب في الغدد الليمفاويه اللي موجوده في الرقبه او غيره، او كان معروف وهي حامل ودكتور النساء بيتابعها ان جالها عدوى معينه وعرفوا فعلا ان العدوى دي وليكن مثلا توكسوبلازما، مفهوم الكلام؟ يبقى انت بتسال على الام وهي حامل جالها اي انفكشن، بالذات الحاجات بتاعت السكوتش انفكشن وروبيلا وهكذا، دي واحده. اثنين بيهمني كمان اسال على الام دي اتعرضت لادويه ولا لا؟ خدت دراجز ولا لا؟ لان في بعض الادويه معروف انها ممكن تعمل بعض الانوماليز عند البيبي او تعمل مشاكل للبيبي. يهمني كمان اسال اذا كانت الام دي وهي حامل جالها مشاكل تتعلق بالفاسكولاريتي. يعني مثلا كميه الدم المعديه من الام للبيبي ممكن تكون قلت. طب ده بيحصل امتى؟ ده ممكن يحصل نتيجه ان الام جالها نزيف وهي حامل، انتي بارتم هيموريدج، وده ساعات كتير بيجي نتيجه المشيمه السفليه اللي هي البلاسينتا بيبي، يبقى هي حامل كان عندها اوبستريك بروبلمز وليكن في وضع المشيمه، وليكن ان المشيمه فيها فايبروزز، فيها انفاركشن وهكذا، او حتى الامبليكا كورد كان فيه مشكله والبيبي انترا يوترين. يهمني كمان اسال الام وهي حامل اذا كانت اتعرضت لاي تروم، او هي عندها ديزيز وهي حامل، يعني مثلا جالها دايابيتس وهي حامل، كان عندها سيستمك لوبس وهكذا. يعني في بعض الديزيزز بتؤدي الى بعض الانوماليز في الدم. انا سالت الام على التراتوجينيك ايجنتس اللي هي انفكشن، دراجز، تروما، او حتى في نقص الفاسكولاريتي نتيجه جالها هي كان عندها هايبوتنشن، كان عندها هيموريدج وهكذا. ده فيما يتعلق بالانتي نيتال هيستوري. في النيتال هيستوري هقول مثلا ان البيبي ده كان موجود طبيعي ولا قيصري، احيانا بتفرق ليه؟ لان ساعات بعض الاطفال بيبقى عندها مشاكل في البيبي نفسه بتخلي الدكتور النساء يولد الام قيصري، يعني مثلا يكون البيبي عنده هيدروكيفلس مثلا او عنده مينجوسيل او يعني البيبي ساعات يكون هو نفسه عنده مشكله تخلي الولاده تبقى قيصريه، فساعات القيصريه بيبقى سببها مشكله في الطفل نفسه. او تكون الولاده كان في صعوبه في الولاده الطبيعيه واضطر الدكتور الولاده ان يولد قيصري، فدي برضه نقطه في الهيستوري هتهمني.
تمام؟ او ان انا اقول مثلا ان البيبي ده وهو بيتولد اثناء الدليفري اضطروا يدخلوا حضانه. هو البيبي ده وهو بيتولد كان في ديلي في الفيرست بريف، او البيبي ده بعد ما اتولد جاله صفره مباشره. دي كلها حاجات بتهمنا، دي اسمها نيتال هيستوري، يعني وضع البيبي وهو بيتولد. طب كان في ابنورمال برزنتيشن معين، في بعض الانوماليز بتعمل ابنورمال برزنتيشن في البيبي. يبقى انا سالت الام وهي حامل، سالت الطفل وهو بيتولد. مش بس كده، نقطة مهمة جدا ان انا لازم اسال اذا كان الطفل ده موجود فولتر ولا موجود بريتر، لان اكيد لو الطفل ده بريتر ممكن يتعرض الى بعض المشاكل اللي ما بيتعرضهاش الطفل الفولتر. يعني هو مستقبلا مثلا بيبي البريتر دوت ممكن يجي له وليكن ايرن ديفيشنسي انيمي اسرع، يجي له ريكتس اكتر، ودي امراض كلها تتعلق بالديفيشنسي اوف ذا ستورز اللي بتبقى موجوده. يجيله لانج بروبلمز في بعض الاحيان، واحتياجه الى الاكسجين في الحضانات ممكن يدخله بعد كده في ديزيزز كرونيك في اللانج، وليكن برونكو بالمونري ديسبليزيا، حاجات في العين ممكن تكون ريتينوباثي اوف بريماتوريتي وهكذا. يبقى انا بيهمني اسال اذا كان البيبي ده وهو بيتولد ولا طبيعي ولا قيصر، اتولد فول تيرم ولا بريتر، خد نفسه بعد الولاده مباشره ولا زرق واضطروا يدخلوه حضانه، جاله صفره مباشره في اول يوم بعد الولاده، ده اسمه نيتال هيستوري. بعد كده بيهمني البوست نيتال هيستوري برضه، بالذات في حالات السيري بريكوس. البيبي ده بعد ما اتولد حط على جهاز تنفس صناعي بعد كده وقعد في حضانه. طب بعد ما اتولد جاله صفره، والصفره دي كانت عاليه قوي، اضطروا مثلا يحطوه على علاج ضوئي او يعملوا له تغيير للدم اكستشينج. في كل اسئله بتسالها للام، طب الطفل ده ما جالوش لا قدر الله وهو في الحضانه التهاب سحائي او كده، بحيث ان دي ممكن يحصل له بوست مننجيتك سيكول، بوست انكفاليتك سيكول، بوست هايبوكسيك تشينجز، يعني اللي هي بتحصل بعد كده سيريبرا بوست. انا سالت على انتي نيتال نيتال، وسالت كمان على البوست نيتال هيستوري. الولد ده ما جالوش نموني، ما جالوش ريسبيراتوري بروبلمز، اضطر يدخل بيه الحضان وهكذا. طيب دي نقطه مميزه في الهيستوري، في الباست هيستوري في الاطفال، وهي اسمها البيرينيتال هيستوري. يهمني كمان في الهيستوري التقليديه خالص اللي هي سيميلر كونديشن، يعني الطفل دي اول مره تجيله. في ديزيزز عندنا يهمنا قوي فيها الباست هيستوري، يعني البرونكيال ازمه. ما ينفعش العيان يكون بيزيق لاول مره واقول ان البرونكيال، او اقول ان الويزز اللي حصلت له دي بسبب برونكيال ازمه. عاده عشان اشخص برونكيال ازمه لابد من الريكارنس، فوجود باست هيستوري اوف سيميلر كونديشن يساعدني في التشخيص. نفس الكلام بالنسبه للايبيليبسي، يعني الكونفولجنز دي اول مره تحصل، صعب اقول عليها ايبيليبسي، تمام؟ لكن ريكارنس اوف كونفولجن مفيش سبب مقنع ممكن اقول عليها ايبيليبسي، وهكذا. يهمني ريكارنت اتاكس في حاله زي روماتيك فيفر، انها بيحصل لها ريكارنس. كل ديزيزز وارد ان فيها ريكارنس، السيميلاريتي عندنا بتهمني، ويمشي على كده حاجات كتير مش بس اللي انا قلته ده. يبقى سيميلر كونديشن، باست هيستوري اوف سيميلر كونديشن، وقلنا قبل كده البيرينيتال هيستوري. يهمني كمان اسال على هيستوري اوف هوسبيتال ادمشنز، دخل المستشفى قبل كده. يهمني اسال على هيستوري اوف سيرجيكال بروسيجرز، او حتى انترفنشن، يعني عمل منظار، سحب عينه، عمل بومر واسبريشن قبل كده. هيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن طبعا من النقاط المهمه. هيستوري اوف انفكشنز، وليكن ميزلز او مامبس او روبيلا او اي حاجه جت للطفل قبل كده. ونفس النقطه يهمني بالذات في اول سنتين من عمره، الطفل اللي بيجي له ريكارنت انفكشن، اسال على هيستوري اوف في المالنيوتريشن، على هيستوري اوف فاكسينيشن، يعني الطفل ده خد تطعيماته في توقيتاتها. طبعا كلنا عارفين دلوقتي ان التطعيمات بتتاخد، البيبي اول ما بيتولد بياخد الجرعه الصفريه بتاعه البوليو، وبعد كده في نفس اليوم او يعني في اول يوم عاده، واول يوم عاده بياخد حقنه هيباتيتس بي، بعد كده بياخد تقريبا الجرعه الصفريه بتاعه الاورال بوليو. وفي بعض الناس بيدوا الحقنه بتاعه البي سي جي بتاعه الدرن في خلال اول اسبوع، اللي هي بتاعه الكتف الشمال، احنا عندنا بنديها في اول اسبوعين. ايه كمان؟ اسال كمان على بقيه الفاكسينيشن اللي هو بيتاخد عن سن شهرين، بيتاخد عن سن اربعه سته، اللي هو الخماسي مع الاورال بوليو، بتبقى حقنه في العضل. ساعات الام مش حافظه الاسماء، بس تقول لها اه ده في عن سن شهرين خد الحقنه اللي بتتاخد في الفخ، وخد النقط اللي بتتاخد في الفم، يبقى كده عرفت ان خد شهرين واربعه وسته. عن تسع شهور خد النقط بتاعت شلل الاطفال، عن سنه خد الحقنه بتاعت كتفه اللي هي بتاعت الام ام ار ونقط شلل الاطفال، عن سنه ونص خد حقنه ثلاثي الدي بي تي، وخد معاها كمان حقنه في كتفه اللي هي الام ام ار تاني ونقط بتاع شهر. فخد اي تطعيمات
اضافيه مره تانية زي مثلا الروتا او نيو كوكال فاكسين او الباريسيلا وهكذا. يبقى انا بنسال على الفاكسينيشن ازاي في ريكارنت انفكشن في السنتين الاوائل. برضو النقط المهمه في الباست هيستوري حاجه زي الديفلوبمنتال هيستوري. يعني ايه ديفلوبمنتال هيستوري؟ انا يهمني طبعا الديفلوبمنتال هيستوري في كل الاطفال اللي اقل من سنتين، بالذات الاطفال اللي عندها مشاكل نيورولوجيكال، الاطفال اللي عندهم داون سيندروم بالذات، الاطفال اللي عندهم سوء تغذيه نيوتريشن او ديزيز انت متوقع انه اثر على الديفلوبمنت بتاع البيبي. يمكن الثلاثه اللي فاتوا هم الاشهر. طب تسال ازاي على الديفلوبمنتال هيستوري؟ لازم حضرتك تكون عارف المايلستونز بتاعت الديفلوبمنت، يعني تكون عارف ان البيبي عند سن 3 شهور المفروض انه يبتدي يصلب رقبته. الطفل عند سن 6 شهور بيبتدي او 6 7 شهور يبتدي يعرف يقعد. 7 شهور يقعد لوحده. البيبي عند سن 9 شهور يبتدي يعرف يحكي. الطفل عند سن سنه يعرف يقف لوحده. سنه سنه وثلاث شهور سنه ونص يعرف يمشي وهكذا. وبالتالي انت بتسال على تقول الام مثلا هو البيبي عنده سنتين، فتقول لها طب الولد ده اتاخر في مشي مش عن سن كام؟ طب البيبي ده اتاخر في عند اه ده قاعد عن سن كذا، طب لا ده البيبي دلوقتي عنده سنتين لحد دلوقتي لسه ما وقفش، يبقى انا بقول في ديفلوبمنتال ديلي. طب النقطه الثانيه هي ودي اخر نقطه هي الدايتاتيك هيستوري في الباست هيستوري. يعني ايه دايتاتيك هيستوري؟ واخدها امتى الدايتاتيك هيستوري؟ برضه اي طفل اقل من سنتين يحبذ انك تاخد الدايتاتيك هيستوري، بالذات الاطفال اللي عندها سوء تغذيه مال نيوتريشن. فبتدي بعد كده تبتدي تسال ده الطفل ده بيرضع طبيعي ولا بيرضع صناعي؟ طب اذا كان الطفل ده عنده عدى سن 4 6 شهور ابتدى ياكل ولا ما بياكلش؟ طب نرجع للرضاعة. هو لو بيرضع طبيعي خلاص طيب، تعرف ازاي ان هو بيشبع؟ الطفل بينام بعد الرضاعة، في وزنه بيزيد، كمية اليورين اللي بيجيبها كمية كافية، الباول هابتس بتبقى منتظمة، دي كل حاجات تقول ان الطفل ده بيرضع طبيعي بكميات ساتسفاكتوري، تمام؟ لكن افرض الطفل ده بيرضع صناعي، هنا بقى مشكلة، لانك هتبتدي تسأل اذا كان الطفل ده بيرضع اني تايب اوف ميلك، مثلا هل بيرضع لبن ارتفيشال يعني بياخد فورميلا ولا الطفل ده بياخد انيمال ميلك؟ المعتاد طبعا ان الاحسن انها تكون ارتفيشال، فتبتدي تسال على نوع اللبن. طب الام بتخفف اللبن ازاي؟ المكيال بتحطه على ايه؟ طب بياخد في الرضع بياخد كام رضعه على مدار اليوم؟ طب وفي كل رضعه بياخد كام ملي؟ وتبقى عارف وحافظ طبعا المفروض ان الملي بيدي قد ايه كالوري، المفروض عارف الطفل المفروض ياخد كام كالوري على مدار اليوم، فتبتدي تحسب الكميه اللي بياخدها تقريبا، هل كميه كافيه ولا مش كافيه؟ دي بتهمنا في النقطه الدايتاتيك. طب البيبي لو بياخد انيمال ميلك، المذر ما عندهاش فلوس كافيه انها تجيب ارتفيشال وتدي له انيمال ميلك، طب الانيمال ميلك ده هل بيتخفف بميه؟ لان المعتاد انه يتخفف، يعني في اول 4 شهور لو هندي انيمال ميلك مضطرين ان المفروض يعني مش مستحب في اول سنه ان البيبي ياخد انيمال ميلك، بس لو هياخد مفيش امكانيات، هياخد انيمال ميلك المفروض انه بيتخفف التلت لبن والتلتين ميه من 4 لـ9 شهور التلتين او النص لبن والنص ميه، وبعد كده من 9 شهور لسن سنه المفروض انه بياخد تلتين لبن وتلت ميه، وبعد سنه ممكن يعني ياخد اللبن زي ما هو، بس طبعا وانا بخفف اللبن لازم تحط عليه معلقتين سكر، فسد خفف ازاي اللبن؟ بتحط عليه سكر معلقتين في كل كوبايه ولا لا 200 مللي وهكذا. بعد سن 4 لـ6 شهور وست شهور بالذات لازم الام تكون بدات وينينج، بس ابدا اسال الطفل ده بدا ياكل؟ طب لو بدا ياكل ايه نوعيه الاكل اللي بياكله؟ طب الكميات اللي بياخدها قد ايه؟ طب في اكل يعني مثلا احنا عندنا في الحالات الايرن ديفيشنسي هل الطفل ده بياخد اكلات فيها حاجات فيها حديد؟ طب الطفل ده لو عنده ريكتس شاكك في مالنيوتريشن ريكتس هل الطفل ده بياخد اكلات فيها فيتامين دي؟ يعني صفار البيض يعني السمك يعني العصاير هل الحاجات دي بياخدها؟ تعرض لاشعه الشمس وهكذا. دي اخر نقطه في الباست هيستوري. اخر حاجه خالص هنتكلم عليها هي الفاميلي هيستوري. يهمنا ايه بقى في الفاميلي هيستوري؟ هم 5 نقط بس وكده نختم الهيستوري كمان. اول نقطه في الفاميلي هيستوري في هيستوري اوف سيميلر كونديشن في العيله، يعني طبعا معروف ان في امراض وراثيه وفي امراض انهيرتد حاجات اوتوزومال ريسيسيف بالذات، يعني مثلا لو انا طفل عندي ثلاسيميا لازم اسال اذا كان في حد في العيله عنده نفس التعب ولا لا، حد من اخواته بابا مامته عمامه. في الاوتوزومال ريسيسيف ديزيز يهمني بالذات الجيل اللي هو فيه يعني اخواته وكده. في الامراض الاوتوزومال دوميننت بتسال على جنريشن يعني الاب او الام الجد والجده وهكذا. في الاوتوزومال دوميننت حاجه زي السيروسايتوزس مثلا ويمكن امراض كتير زي السيروسايتوزس ساعات بنشخصها بس لما بنيجي نسال على فاميلي هيستوري ازاي؟ يعني طفل جاي بالبالو وجوندس وبعدين انا شاكك في السيروسايتوزس، سالت بابا قلت له طب وحضرتك ما جالكش الموضوع ده قبل كده او مامته؟ طب ما حدش فيكم شال طحال؟ لان السبلينكتومي في الارض في الناس دي هم ممكن ما يفتكروش ده ممكن يكون ما نقلش دم غلط بس اضطروا يقوموا شايلين الطحال وهو صغير فهو مش فاكر الهيستوري القديم ده، فبسال على فاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشن، حد شال طحال؟ حد في العيله بينقل دم بالذات في امراض الايه؟ الدم، او حد عنده حساسيه صدر في البرونكيال ازمه، او حد عنده روماتيك فيفر
في الحمى الروماتيزميك وهكذا. يبقى بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشن ايبسي وغيره. رقم اثنين ببتدي اسال على الكونسانجوينيتي. يعني ايه كونسانجوينيتي؟ يعني صله القرابه من الاب والام، ودي بتفرق كتير قوي لما اكون شاكك في مرض اوتوزومال ريسيسيف زي مثلا الثلاسيميا. هبتدي اسال مثلا في الاب والام اذا كان في بينهم صله قرابه ولا لا. كلنا عارفين ان الثيرد ديجري كونسانجوينيتي اللي هم الفيرست كازن، تمام، اللي هم العمومه او ولاد الخال ولاد الخال وهكذا، دي اسمها فيرست كازن. في بقى عندنا حاجه اسمها سكند كازن. يعني ايه سكند كازن؟ سكند كازن ان الاب والام يكونوا قرايب بس مش ولاد عم على طول او ولاد خال على طول، ده الجدود. يعني تسال الام تقول لها انت جوزك قريب، تقول لك لا ده انا بابايا وباباك ولاد خال، بابايا وباباك ولاد عم، دي اسمها سكند كازن الفورث ديجري كونسانجوينيتي، ودي بيبقى بينهم زواج. في ما بينهم درجه كده غريبه شويه، بتيجي الام تقول لك يا دكتور لا ده انا بابايا يبقى ابن عم جوزي، دي وارد، دي بنسميها فيرست كازن وانس ريموف. وفي بقى حاجه اسمها ريموت كونسانجوينيتي. المهم ان انت بتحاول في الامراض اللي انت شاكك انها اوتوزومال ريسيسيف توجد جد مشترك او علاقه مشتركه بين او في قرابه بين الطرفين الاب والام. اخر نقطه هنقولها في الفاميلي هيستوري بعد ما قلنا الكونسانجوينيتي يعني سيميلر كونديشن في الفاميلي، اتكلمنا برضو عن الهيستوري اوف ابورشن او ستيل بيرث او طفل قبل كده توفى. بنسال على السن الام ماتيرنال ايج، والنقطة دي تحديدا هتهمنا أكتر في حالات الداون سيندروم. يعني مثلا لو أنت عندك حالتك داون سيندروم مهم جدا إنك تسأل في الفاميلي هيستوري إذا كان الأم سنها فوق ال 35 سنة ولا لا. دي بتفرق في نوع الداون سيندروم، لما بعد كده هيسألك على ريسك أوف ريكيرنس، لأن دلوقتي لو سن الأم فوق ال 35 سنة 35 ل 40 40 45 فوق ال 45 تحت ال 35 تحت ال 30 الريسك أوف ريكيرنس هيختلف، لأن إحنا عارفين إن هو لو النوع لو لقيت الام سنها فوق ال 35 سنه غالبا نوع داون سيندروم موصلي هيبقى نون ديسجنكشن. وكده نكون خلصنا الايتمز بتاعت